وجهت قلبي في مكان لست أهله. هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخله. بعد التنسيق بين المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، تم اختيار مدرسة الفرقان للتعليم الأساسي أن تكون المقر الحالي لحملة التحصين ضد كوفيد-19 بولاية صحم. منذ بداية حملة التحصين والطاقم الإداري والتدريسي لمدرسة الفرقان متواجدون مع فريق التحصين في عملية التنظيم والتنسيق والتسجيل. أتوجه بالشكر والتقدير للطاقم الإداري والتدريسي بمدرسة الفرقان للتعليم الأساسي بولاية صحم على جهودهم المتواصلة لمساندة فريق التحصين طوال فترة تواجدهم في مدرسة الفرقان. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول شوقي فالسقاط نخله.